بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحكومة لم يمضي شهر على تحملها مسؤولية الحكم، وهي مدة لا تكفي للحكم لها أو عليها، بل قد جرت العادة أن يقيم أداء الحكومات بعد قضائها 3 أشهر على الأقل في الحكم. ولا يسعنا اليوم إلا أن ننصحها ببذل الجهد وتقوية العزم والمضي قدما لإصلاح المنظومة الأمنية والمنظومة الإعلامية والمنظومة القضائية ولمعالجة قضية البطالة وقضية تنمية المناطق الحدودية غربا وجنوبا. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن جيوب الردة التي تسعى في الأرض فسادا، فتقطع الطرقات والسكك الحديدية، وتشل عمل المصانع والمناجم، وتشعل النار في المرافق العمومية، هي جيوب عدوة للشعب. ويصدق عليها قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أما الشعب فعليه أن يعلم أن ثورته لم تنتهي، بل إنها قد بدأت حقيقة يوم 14 جانفي، لأن أعداء الثورة ما أن سقط رأسهم في ذلك اليوم حتى سارعوا للالتفاف على أهداف الثورة، وهم اليوم يعدون العدة للإجهاز على الدولة بكل مؤسساتها. فعلى الشعب أن يبذل الجهد لإفشال خطط أعداء الثورة وأعداء الدولة. على الشعب أن يحاصر فلول بقايا التجمع وفلول البوليس السياسي وكل الساعين إلى إحداث الاضطرابات وإعاقة العمل في المصانع والمناجم وكل أعمال التنمية. إن الائتلاف الحكومي وكل القوى التي تريد الإصلاح عليهم أن يبذلوا مزيدا من الجهد لتنسيق مواقفهم وخططهم وجهودهم، ليقفوا جبهة واحدة في وجه المفسدين حتى يردوهم على أعقابهم خائبين. وأخيرا، أدعو وزارة الانتقال الديمقراطي إلى التسريع بتفعيل قانون العفو التشريعي العام والتعويض للمتضررين الذين يعيشون الخصاصة والحاجة وينتظرون استرجاع حقهم المشروع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.